حماد؟ أخي أنا بدي أطلع، بدي شوف شي طقم للخطبة، ومن هنيك بروح على الجامعة حتى ما أتأخر على فريحة، أنت سكر المحل وروح. ماشي، أنا بدبر حالي. يلا يعطيك العافية. الله معك. بياع الحلو. الو، صباح الخير. ايه عم تلفن على الرقم 23. ايه نعم، من محل اكسسوارات. ايه انتو عندكم حلويات؟ لانه سهر خانم قالت لي، قال عندكم حلويات بتطلب منها سهر خانم. طيب لو سمحت انا فيني هلا اوصي على وجبه منهم؟ ماشي معلم، شكرا كثير. محمد انت شو صار لك يا؟ تفضلي خانم. قل لي يا ابني، عندكم ازرار؟ طبعا عندنا، تفضلي.